السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم معنا بماي لافلي تويز. اليوم معنا لعبة من العاب ايفي لوف. هاي اللعبة نفس حجم تشيلسي، حتكون عندنا تمثيليات تشيلسي لانه هي نفس الحجم. مكتوب هون روبانزيل، عاملين على شخصية روبانزيل. انتم شايفين هذا البرج تبع روبانزيل، في عندهم كمان 3 شخصيات، في شخصيتين تانيات. نحن هاي اللي معنا اليوم، انتم شايفين حاطين تاج 3. انتم شايفين هون مكتوب روبانزيل وجاي مع بعض الاكسسوارات. هلا خلونا نفتحها ونتعرف عليها مع بعض. نفكها من التثبيت طبعا. اللعبة الصغيرة هون في اكسسوارات كمان جاية معه، في كمان خاتم للبنوتات الصغار، خاتم على شكل نجمة. هاي الاكسسوارات اللي جاية معه كمان حنفكهم. اول شي حنشوف اللعبة العروسة، مثل ما شايفين لابسة لباس أميرة، كتير فستانها حلو مثل ما قلنا هي روبانزيل، لون فستانها زهري وذهبي، جاي من هون طبقتين، من هون مزخرف كمان بالذهبي، حاطة كمان تاج على راسها لونه ذهبي، كمان حاطة بكلة على شعراتها، تنقام طبعا، نقدر نحط لها مثل ما بدنا، ممكن نحط لها هيك، ناخذ غسلة من هون، غسلة من هون. نقدر نحط لها بالطريقة، طبعا هي بتحرك ايديها ورجليها وراسها مثل ما شايفين. مثل ما قلنا هاي اللعبة نحن حنعملها تشيلسي بين ما نجيب تشيلسي الاصلية ان شاء الله. هلا حشوف الاكسسوارات اللي جاي معها. اول شي جاي معنا خاتم للبنوتات الصغار، حطوه بايدهم على شكل نجمة، لونه موف او زهري كأنه، كمان كتير حلو عم يلمع. اول شي معنا انينة العطر، انتم شايفين مرسوم عليها تاج من هون ومرسوم كمان عليها نجمان، كتير كتير حلوة. في معنا هون هاي الصدفة، في بقلبها هاي الصابونة كمان صغيرة، في عليها لولية كمان من هون، هاي من أغراض الحمام. تاني شي معنا هون معجون أسنان كتير صغير، يمكن ما كتير باين على الكاميرا، بس عليه كمان تاج مثل أنينة العطور. كمان في معنا هون فرشاية الأسنان مع المعجون، في عليها من هون نجمتين، هيك صار عنا المعجون والفرشاية. وآخر شي من الإكسسوارات اللي جاي معها المراية، كمان عليها نجمتين من هون كمان مزخرفة مثل ما شايفين، صغار كتير على حجم ايدها، بس يعني هي طبعا ما بتقدر تمسكهم مثل ما شايفين بيفلتوا، بس يعني ممكن نتخيل انهم ماسكينها ماسكة المراية، لازم يكون في مع المراية المشط. كمان مشط عليه نجمتين كتير كتير صغير وحلو مشان نمشط لها شعراتها للعبة. مثل ما شايفين اللعبة كتير شعرها طويل مثل روبانزل، مشط لها اياه بالمشط، كتير كتير حبيته المشط بصراحة. واخر شي كمان نسيت ورجيكم لابسة كندرة كمان لونها زهري عشان تلبق مع الفستان، كمان كتير حلوة وناعمة. هاي كانت لعبتنا اليوم، هاي كل الاكسسوارات كمان اللي جاية معها شفناهم كلياتهم. اتمنى تكون عجبتكم اللعبة، ما تنسوا تحطوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم، تشتركوا معنا بالقناة لأول مرة بتشوفونا، والسلام عليكم.